شاهدوا ابنة نيمار في أحدث ظهور لها برفقة والدها في الملعب، بدت نسخة عنه والجمهور بنته من أي حبيبة. It's Neymar. Brilliant. Absolutely brilliant. Dernier changement parisien. تصدر اسم اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أحدث ظهور له برفقة ابنته في الملعب. وأثارت الصور المتداولة على نطاق واسع إعجاب الجمهور الذين عبروا عن مدى الشبه بينها وبين والدها، فيما ذهب آخرون للتساؤل عن هوية والدتها. ومن بين التعليقات التي جاءت نسخة من أبوها، وفي تعليق آخر بنت من أي حبيبة بالضبط، يجاوب المتابعون بأنها من حبيبته برونا. وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لابنة نيمار دي سيلفا والذي يعتبر أول ظهور لها منذ ولادتها، وخطفت الطفلة الأنظار بخفة دمها وكانت تحملها والدتها عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الأزرق الخاص بفريق الهلال الذي ينتمي إليه نيمار. وكانت قد أعلنت برونا انفصالها عن حبيبها نيمار دي سيلفا عبر حسابها الخاص، وبالرغم من أنه لم يمر وقت طويل على إنجابها طفلتها ماضي، لأنها أكدت أن علاقتها مع النجم البرازيلي انتهت، وطلبت من الجمهور أن يكف عن ربط اسمها بنيمار. وكان قد قدم نيمار ابنته المولودة حديثا هيلينا من عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي في منشور على إنستغرام بعد ولادتها في 3 تموز، بينما شارك صورا رائعة للطفلة الصغيرة في المستشفى. وكتب نيمار في التعليق هيلينا 3 تموز 2024 في إشارة إلى تاريخ ميلاد ابنته. Exatamente isso que tenho sonhado para mim. ويأتي وصول الطفلة الصغيرة بعد 9 أشهر تقريبا من إعلانه أنه رحب بابنته مافي من زوجته السابقة برونا وفق ما نقل موقع بيبول. وفي الصورة الأولى التي تمت مشاركتها كان نيمار يضع ذراعه حول ابنه دافي لوكا، بينما كان الزوجان ينظران من خلال شاشة زجاجية إلى طفلته الرضيعة المستلقية في سرير المستشفى. كما تم التقاط صور المولودة الجديدة أثناء حملها من قبل الطبيب، وظهرت في مقطع قصير عن قرب أثناء نومها. وأظهرت الصورة الأخيرة ديفي وهو يحدق في شقيقته الرضيعة وهو يحتضنها أثناء جلوسه على كرسي بضياع عينه. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.